السلام عليكم ورحمة الله إخوان. المهم القناة هي قناة سمير كونتا، درتها على قبل دوك لي كومونتير لي تحطوا لي في الصفحة ديالي ولي ميساج لي تيجوني في الميسانجر. الغرض من هذه القناة هو شرح كل ما يتعلق بالمحاسبة والاقتصاد. أول موضوع قررت باش نتطرق ليه أو أول فيديو غيكون من جوج الأجزاء. علاش جوج الأجزاء؟ حيت هو واحد السؤال بسيط وفي نفس الوقت الإجابة ديالو غتكون طويلة. هذا السؤال هو: خويا سمير، أنا ستاجير أو إيد كونطاب، شحال المدة اللي خصني ندوز والوقت اللي خصني ندوز في الستاج، وشحال المدة اللي غيخصني باش نستافد من هاد لابيريود اللي غادي ندوز. والشق الثاني ديال السؤال هو: فين ممكن ليا ندوز هاد لابيريود ديالي ديال الستاج أو لا فورماسيون؟ اول شق من السؤال اللي هو فين غادي ندوز المده ديال الستاج، كنقول لك الا كنتي تكنيسيان كونطابل دونتربريز او تكنيسيان سبيسياليزي اون جيستيون او ليسونس ايكونومي بمعنى لا جيستيون على كونطابيليتي، خاصك تبدا بكابيني كونطابل، كابيني كونطابل في جي سي ار او كابيني ديكسبيرتيز. علاش كابيني كونطابل؟ كابيني كونطابل كتشوف فيها جميع لي تيب ديال لي سوسييتي، باغ اكزومبل لي بروفيسيون ليبر، كتشوف طبيب، محامي، نوتير، اركيتيكت، كتشوف دي سوسييتي، كتشوف دي فارماسي، كتشوف اي حاجه لي فورفيتير، دوك الناس اللي تحطو من رابده في العام، كومون كري ان كونت، كومون اكسيدي او سيمبل. المهم اي حاجه متعلقه بلا كونطابيلتي كتشوفها في كابين كونطابل. من بعد بغيتي تتخصص فشي شركه اخرى او بغيتي تمشي لبلاصه اخرى، ديك الساعه تيبقى لك الاختيار. المهم انا تركز على السطاج اول مره يكون في كابين كونطابل. هاد الكابين كونطابل منين تمشي ليها؟ اول حاجه كان التزم. شنو هي كان التزم؟ كان التزم هو مثلا دوك الناس يدخلوا مع 9 الصباح، 9 الصباح ما تلقاني عند الباب، كيخرجوا مع 6 ونص، 6 ونص تلقاني عند الباب، ما نكثرش من التليفون وما نتغيبش بزاف، باش الا شافوا فيا المعقول راه اما كياخذوني اما كيسخطوني شركه اخرى. المهم باش ما نطولش فهاد الشق هذا، غادي ندوز للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه اش قلنا؟ اي بلاصه بغيت نخدم فيها او بغيت نستاجي فيها وعطاني لونكادرون ديالي او السيد اللي مكلف بيا ان دوسي، كنسولو اول سؤال اشنا هي لاكتيفيتي ديال هاد الدوسي باش نعرف انا هذاك الكلاسمون اللي غادي ليا، لاكتيفيتي ديالو ولا فورم جيوريجيك، واش بيرسون فيزيك ولا سوسيتي، باش نعرف الا كان بيرسون فيزيك شنو هما الحوايج اللي تحتاج، شنو هما الديكلاراسيون اللي كيحط، باش نعرف سوسيتي اشنو هما الحوايج اللي تحتاج، شنو هما الديكلاراسيون اللي كيحط. منين كناخذ الطوسي عندي اربعة المراحل، كاين لو كلاسمون، لا سيزي، لو كونترول و البريباراسيون ديال لي زيتات سانتيس. من غير ما نهضروا على ديكلاراسيون السيت هادشي غادي نجيو ليه من بعد. المهم السؤال اللي تطرح كثيرا هو كيفاش نكلاسي ان دوسي. كلاسمون ديال الدوسي تيكون 4 تيب: كلاسمون جيوريديك، كونطابل، فيسكال و سوسيال. الكونطابل، الكونطابل هنا تنهضروا على لي فاكتور داشا دو فونت، لي زافي دو كريدي، لي زافي دو ديبي، لي زوردر دو فيرمون، لي فورميل دو، هاد المصطلحات اللي تنقولو من بعد غادي نشرحهم في فيديو مفصلين. لي غولفي بونكار، اي حاجه كتعلق بلا كونطابيليتي بما فيها البون دو ليفريزون، البون دو كوموند، لي دوفي، اي حاجه كنكلاسيها باش تسهل عليا لا سيزي. الدوسي جوريديك هذا بزاف ما غاديش تكون تشوفو بزاف، حيت الى دارت لا كرياسيون في لا سوسيتي كيبقى في واحد الكازي جوريديك تيتكلاسا، ما عدا الا كان شي موديفيكاسيون، شي اون سوسيون دي با باغ اكزومبل، ترانسفير سيج او ترانسفير سيج بمعنى بدنا مقر من مقر لمقر، او شي جيرون سنا لا ديميسيون ديال الاستقاله ودرج درج جيرون اخر، بحال هاد التعديلات هما اللي تقدر تلقى في الدوسي. عاد ندوزو للكلاسمون فيسكال. كلاسمون فيسكال ملي تنقولو فيسكال يعني الضرائب، اي حاجه متعلقه بهذاك الدوسي. كان مونسيال راه غادي تلقى دوز موا ديال لا تي في، كان تريمستري راه غادي تلقى كاتر تريمستر، كان باجي في وسط العام راه كنشوف مع السيد المده امتى بداو وامتى غيسالي. عاد لي روسي ديال لي جي اف الا كانوا خارجين هو هذاك تنكلاسيون، ما كانوش خارجين تنشوف معاه يخرجهم ليا ونكلاسيون ديك الساعه. عاد لي دغوا دو تامر، لي دغوا دو تامر لي زافي ديال كل شهر، اي يخلصوا
0,25% من مونطون شيفر دافير دي تي سي خصني انا نكيري هذاك لامبريمي نسيت اون كلاسينج من غير هاد لي دغوا دو تام اوليجيال ولا تي فيا ولا زاكونت اللي هما اساسيين كاينين بعد لي تاكس باغ اكزومبل لا تاكس بروفيسيونيل كتشوفها مره في العام لا تاكس سيرفيس كومينو تاكس ديبيتاسيون لي تاكس لي تاي تحطو تريميستريال ديال لي زوتيل ولا ريستورون لا تاكس ديال بواسون لا تاكس بروموسيون توريستيك لي تاكس سيجو هادو حتى هما كيتكلاساو كتحطو لي تاكس دونسيل لي تاكس ديال الشغل الملك العمومي المهم هاد لي تاكس كنكلاسيو حتى هما كندوزو للدوسي سوسيال الدوسي سوسيال اشنو هو الدوسي سوسيال الدوسي سوسيال جميع ما يتعلق بلا بي لا سي ان اس اس لامو بمعنى لي بي بي سي خص يكون عندي ديال 12 شهر لي بي بي سي هما البوردو دو بيمون ديكلاراسيون سوا كيحطهم في لابون سوا كيخلص في دامان كوم بار بريليمون الا كان في دامان كوم كنخرج دوك لي دوز موا كان في لابون راه كنخرج كيجيب ليا لي دوز موا كاشتي سيني بار لابون عاد لي بوردو دو ديكلاراسيون سالير لي بي دي اس بلوس لي جورنو دو بي لي كيكونوا واحد الريكاب كامل ديال كل سالاري في ديك الشركه شحال خدات السالير شحال قطعت ليه لاموت لا سي ان اس اس لي لي زافونسي لا كانوا وهكذا من بعد تن كلاسي لي بيلتان دو بي ديالي الا كانوا تيخرجوا وعندي شركه مثلا كبيره وكانوا تيكلاسيو هما دوك الناس عندما من ستاجي كناخذهم كنديرهم في الدوسي كانوا تيتكلاساو عند كونتابل سير براس ديال هذيك الشركه كنسول انا وكنشوفهم وما كنخرجهم ما كنكلاسيهم المهم راه تيكون عند الشركه الكونطابل سير بلاس لي عندها هنا ملي كنهضر على هاد الاربعه اهم حاجه كنقول هي كلاسمون كلاسمون لا كلاسيتي مزيان 70% ديال الخدمه غادي تحيدها لك حيت المرحله الثانيه ديال لا سيزي داكشي اللي كلاسيتي هو باش غادي تخدم هنا ملي تنهضر على لا سيزي تنهضر على لوجيسيال لوجيسيال ما هو الا وسيله باش نحققوا الغايه هاد الغايه اللي هي نحطوا لي زيتاد سانتيز او نخدموا هاد لي دوسي اللي تنقول لكم بمعنى لي دوسي سوسيال جوريديك فيسكال اي كونتا هنا تنشوف مع السيد اللوجيسيال باش خدامي كل في جي سي ار او كل كابينو كونتا تخدم باللوجيسيال انا ما عنديش مشكل مع اللوجيسيال قد ما عندي المشكل انني نتعلم داكشي اللي بغيت ندوز فيه هنا ملي تنشوف مع السيد تيقول لي الكلاسمون اللي تيدير هو السيستيم حيت كاين اللي تيسيزي لي جورنو دي زاشا بوحدهم دي فونت بوحدهم لي زودي كاين اللي تيدوز كل حاجه بوحدها كاين اللي تيقسم كاين اللي تيدوز بارتي ديال لي دوسي كاين كل واحد كيفاش يخدم خصني انا نتبع هذاك لونكادرون كيفاش يخدم هو باش اللي بيفيريفي معايا تسهل عليه القضيه ويكون نفس اللي بيني اللي كيدير هو كندير انا باش ما نختلفوش في لا فيريفيكاسيون ديال الدوسي واي كلمه كنت انا في السطاج وسمعتها مسؤول عليها نفسي الله يخليك هذه الكلمه ديالك الله يخليك هاد قلتي ليزينغ انا ما فهمتوش الا كان عندك شي وقيت دابا شهر جوج ثلاثه الله يحسن العوان الناس تكون عامره ولكن اذا هضرت معاه بواحد شويه لا بوليتيس و هضرت معاه بانني وبينت ليه بانني بغيت نتعلم راه كون على يقن مع هذا الشيء خليك الله يخليك الا كان واحد الوقيت عندك الا سالينا او الا واحد السويعه واحد نص ساعه عطيها ليا شرح ليا دوك لي زيتاب ديال لا سوسيتي تشرح لي هاد الكلمه هادي ما فهمتهاش وديما عندي اجوندا كنسجل فيها وكنقيد جميع المعلومات اللي تدوز عندي في النهار وفي العشيه ملي تنبغي نخرج طنا خصني نعرف اش تعلمت في هذاك النهار الا دوزتي ان موا في كابينه كونطابل وحسيتي براسك راه درتي هيلو كلاسمون ما تعلمتي والو كنقول لك عدل الستاج من الاخر ستاج خصك تبدلو وتمشي ستاج اخر بمعنى كابينه اخرى او في ديسير اخرى باش تحاول تعلم ديما منين كان نبدا لو كلاسمون منين كان دوز لا سيزي كنخرج اون بالونس ضوئيه اكون نشوف مع السيد يخرج ليا اون بالونس ضوئيه ونشوف انا حيت ماشي انا نخدم الطوسي نكلاسي اون سيزي ونعطيه السيد يفيريفي هو انا ما نتعلم والو لا كاينين متدربين دازو عندنا تيقول لك راه لا تعطيني سيزي و تيقول لي واخا واخا ما تيشوفش معايا لا سيزي حبست هذاك الطوسي ساليتو في لا سيزي نوقف تي يفيريفي معايا السيد عاد ندوزو لدوا صفر باش وباش ما نوعت الدواسة غادي نتعلم اكثر وغادي نستافد مزيان المهم هذا كان الجزء الاول من الفيديو الجزء الثاني غادي نهضروا فيه على اش خصك دوز في لي سيت بمعنى داكشي اللي دوزنا في لاسيزي كيفاش نبوانتيو مع لا بالونس مع البرون ليف وندوزو في الاكس ام ان المهم هاد القناة درناها كاين واحد شوية الارتباك في الجزء الاول في الفيديو اول تجربة ليا مي ان شاء الله لي فيديو الجايين غادي نكونوا ولفنا بعضياتنا وغادي
ان شاء الله نشرحوا نزيدوا نشرحوا هذا لي تيرم اللي قلنا في هذا الفيديو، ونزيدوا نشرحوا دي تيرم اخرين. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وراه غادي تلقاو عندي في الصفحه الفيسبوك الرسميه ديالي والصفحه ديالي الخاصه. وشكرا على المتابعه، والسلام عليكم.